المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى موجز إخباري من قناة عاد، أستهله بسم الله الرحمن الرحيم. شهد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي بالجهود الكبيرة التي يبذلها الأشقاء بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لدعم قطاع الكهرباء في بلادنا. جاء ذلك في لقاء جمعه بالعاصمة السعودية الرياض بوزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين عقب توقيعه على اتفاقية منحة المشتقات النفطية الخاصة بوقود الكهرباء بين البرنامج السعودي لإعادة الإعمار والحكومة المناصفة بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون دولار أمريكي. فيما أكد النائب الزبيدي إن منحة المشتقات النفطية المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية تأتي انطلاقا من الروابط الأخوية المتينة بين بلادنا والمملكة وامتدادا للمواقف الأخوية الأصيلة للأشقاء في المملكة ودولة الإمارات إلى جانب شعبنا والدعم الكبير الذي يقدمونه لإنعاش الاقتصاد وتطبيع الحياة، لافتا إلى أن هذه المنحة ستسهم في استقرار خدمة الكهرباء وستنعكس إيجابيا على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. التقى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة رئيس الهيئة التشاور والمصالحة لبحث مستجدات الأوضاع والدور الهيئة في تعزيز جهود مجلس القيادة الرئاسي، واستمع العرادة من رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي ونوابه إلى ما أنجزته الهيئة خلال الفترة الماضية سواء فيما يتعلق بلوائح الهيئة وآليات عملها أو في سبيل العمل على التوحيد وجمع القوى الوطني بما يحقق استعادة الدولة ومؤسساتها. وأكد العرادة على محورية دور الهيئة وأن تطلع بمهامها بشكل أكثر فعالية بالمساعدة وفي تجاوز أي تباينات أو اختلافات والعمل على أولوية المعركة الوطنية مع الميليشيا والاستقرار الاقتصادي والسلام المجتمعي في المحافظات المحررة وتعزيز حضور الدولة في مختلف المجالات والمحافظات. عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اجتماعها الدوري السابت برئاسة اللواء أحمد سعيد بن بريك القائم بأعمال رئيس المجلس رئيس الجمعية الوطنية، واستهلت الهيئة اجتماعها باستعراض آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية وفي مقدمة المساعي التي يبذلها المجتمع الدولي لتمديد الهدنة الأممية التي ستنتهي الأحد الثاني من أكتوبر الجاري. وفي سياق آخر جددت الهيئة في اجتماعها الذي حضره عدد من وزراء المجلس في الحكومة تأكيدها على أهمية تمكين أبناء حضرموت من إدارة شؤون محافظتهم في شتى المجالات وحقهم في الاستفادة من ثرواتها وتأمينها وحمايتها بعيدا عن تدخلات أي قوى سياسية، وكذا تأييدهم للمطالب المشروعة للحشود الجماهيرية التي خرجت في وادي حضرموت للمطالبة باستكمال اتفاق الرياض وإخراج القوات اليمنية المتواجدة في مناطق الوادي ونقلها إلى جبهات المواجهة مع الميليشيا الحوثية. كما عبرت الهيئة عن رفضها لتصرفات بعض وزراء الحكومة المناصفة ومنها التعيينات أحادية الجانب في المواقع المهمة، مؤكدة إن أي تعيينات خارج التوافق تعتبر غير قانونية ولا يمكن التعاطي معها بأي شكل من الأشكال. ووقفت الهيئة في ختام الاجتماع أمام عدد من القضايا المدرجة في جدول أعمالها واتخذت الإجراءات المناسبة بشأنها. أكد مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية على تلقيه السبت الفاتح من أكتوبر الجاري مقترحا محدثا من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لتمديد وتوسيع الهدنة ابتداء من الثاني من أكتوبر الجاري. وأشار المصدر إلى أن الحكومة اليمنية تعمل على دراسة المقترح المحدث وستتعامل معه بإيجابية انطلاقا من حرصها وبذلها كافة الجهود الرامية للتخفيف من معاناة الإنسانية لجميع أبناء شعبنا في كل المحافظات دون أي تمييز، حيث أن الهدف الرئيسي للهدنة هو إيقاف نزيف الدم الذي تزهقه حرب الميليشيا الحوثية وكذلك ضمان حرية الحركة المدنيين والسلع التجارية والمساعدات الإنسانية، وأن الحكومة تسعى من خلال تجديد هذه الهدنة إلى توسيع الفوائد لجميع اليمنيين وتسهيل حركتهم وضمان الدفع المرتبات للتخفيف من معاناتهم الإنسانية وفقا للكشوفات الراتب لعام 2014 للميلاد، فإن الحكومة اليمنية لا تتخذ جهدا في إبداء كافة أشكال المرونة والتعاون مع المبعوث الخاص لتجاوز العقبات التي تخترقها الميليشيا الحوثية.
كما أكد على دعم الحكومة اليمنية لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على رأسها القرار الأممي 2216. عقدت لجنة تسيير مشروع تنمية سبل المعيشة اجتماعها بالعاصمة المصرية القاهرة برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد بديب لمناقشة عدد من القضايا المتصلة بالمشروع الممول من صندوق الدولي للتنمية الزراعية الإفاد وصندوق البيئة العالمي. وأشاد الدكتور واعد بديب في الاجتماع الذي ضم وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري والممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو في اليمن حسين جادين وممثل الصندوق الاجتماعي للتنمية محمود سلامة بالدعم المستمر من قبل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد لليمن. وقال بديب: يأتي المشروع وبلادنا في أشد الحاجة إلى مثل هذا النوع من هذه المشاريع الاستراتيجية التي تعزز قدرة اليمن في إنتاج السلع الغذائية خصوصا بما لها من انعكاسات وتداعيات خطيرة على الأمن الغذائي في اليمن وعلى أسعار السلع الغذائية وأسعار الطاقة، لا سيما واليمن يستورد حوالي 90% من احتياجاته من القمح من الخارج، منها حوالي 50% من أوكرانيا وروسيا، مما يجعله عرضة للصدمات الخارجية المتعلقة بارتفاع أسعار الغذاء. وجه وزير المالية الأستاذ سالم بن بريك بإصدار قرار لتخفيض التعرفة الجمركية بنسبة 80% للمركبات القديمة جميعا من موديل 2009 وإلى تحت ولمدة شهر واحد، والسيارات من 2010 إلى 2022 بتخفيض ما بين 30% إلى 70% خلال الفترة المحددة. وأهاب رئيس مصلحة الجمارك الأستاذ عبد الحكيم ردمان القباطي بجميع المواطنين الاستفادة من هذه الفرصة والأسعار في جمركة وترقيم سياراتهم خلال الفترة المحددة. وأشار مصدر أمني بأن هذا القرار سوف يسهم في إتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين لترقيم مركباتهم والاستفادة من هذا القرار. ناقش معالي وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد سليمان الشماسي عن كيفية دعم الوزارة للقطاع الصحي في حضرموت الساحل. جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بديوان الوزارة بالعاصمة عدن الدكتور محمد صالح الجمحي المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بحضرموت الساحل، ناقلا للوزير الشماسي تحايا معالي وزير الصحة العامة والسكان البروفيسور قاسم محمد بحيبع ومحافظ حضرموت الأستاذ مبقوت مبارك بن ماضي. من جانبه أكد الوزير الشماسي على اهتمام وزارة النفط والمعادن بالقطاع الصحي وتقديم له الدعم اللازم بما يسهم في خدمة المجتمع لتخفيف وطأة معاناة المرضى في حضرموت، منها تجهيز غرفة العمليات للطوارئ التوليدية بالمركز الصحي بمديرية بروم ميفع، وكذا تأتيت الشقق الطاقم الطبي إضافة إلى تقديم أجهزة طبية لبعض المستشفيات، كذلك الإسهام في عملية تطوير وتحسين المنظومة الصحية والعلاجية بالمحافظة. تم تدشين مشروع مياه أسد الجبل بمديرية الريدة وقصيعر بمحافظة حضرموت والذي تموله العون المباشر الكويتية بحضور وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين سعيد بارزيق والمدير العام للهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بساحل حضرموت المهندس زاهر بن خوار الكثيري. ونوه الوكيل بارزيق للمشروع الذي يستفيد منه نحو 3000 نسمة. وأوضح المدير العام بخوار بأن المشروع شمل وتوريد وتركيب شبكة أنابيب بإجمالي طول 20 كيلومتر شامل للخطوط الرئيسية والفرعية والتوصيلات المنزلية والعدادات، وكذا بناء خزان خرساني سعة 250 متر مكعب وغرفة ضخ وتحكم بالإضافة إلى منظومة ضخ بالطاقة الشمسية بقدرة 37 كيلو واط. اختتم المخيم الاستشاري الجراحي الطبي المجاني لمديرية الريدة وقصيعر الذي جاء برعاية وزير الصحة العامة والسكان البروفيسور محمد قاسم بحيبح ومحافظ حضرموت الأستاذ مبخوت بن ماضي وتنفيذ مكتب الصحة العامة والسكان والمجلس اليمني للاختصاصات الطبية بساحل حضرموت وبتمويل من شركة البسيري للصرافة، والذي استمر لمدة 4 أيام متواصلة على مدى فترتين صباحا ومساء بمستشفى الريدة الشرقية، فيما تضمن الحفل الختامي كلمات شكر وتقدير للبعثة الطبية بقيادة البروفيسور عامر سالمين بالعفير الذي قدم استشارة طبية لعدد 2150 مريض ومريضة وأجرى عدد 100 عملية جراحية كبرى نوعية منها 20 عملية مناظير جراحية وأورام ليفية لتخصص النساء والولادة والجراحة العامة ونحو 5000 فحص مخبري خلال 4 أيام. حضر حفل الختام التكريمي مدير مكتب الصحة بالمديرية الأستاذ فؤاد السهب
وممثل شركة البسيري الشيخ سعيد عوض البسيري. برعاية كريمة من محافظ محافظة حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، دشنت مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان أمل الفاتح من أكتوبر 2022 للميلاد فعاليات الشهر الوردي أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي تحت شعار بادري بالفحص. وكان حفل التدشين أقيم بقاعة المركز الثقافي بمديرية غيلبة وزير المدرسة الوسطى بحضور مدير عام مديرية غيلبة وزير الأستاذ سالم العطيشي ومدير أمن المديرية هاني بشكيل ونائب مدير عام فرع شركة النفط بالساحل الأستاذ عبدالله باعمر. وفي حفل التدشين رحب مدير عام مديرية غيلبة وزير بجميع الحضور ناقلا لهم تحايا قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ومقدما شكر الجزيل لمؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان أمل لاختيار مديرية غيلبة وزير لاحتضان تدشين فعاليات الشهر الوردي أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي لهذا العام ومشاركة العالم أجمع في التوعية بهذا الداء الخبيث. وأثنى مدير عام مديرية غيلبة وزير على جهود مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان في مكافحة المرض وتقديم الخدمات العلاجية والتوعوية للمرضى في مختلف محافظات الجمهورية، مشيدا بتفاعل المؤسسة بشكل سنوي مع هذه المناسبة العالمية من خلال التنفيذ برامج توعوية متكاملة تستهدف كافة فئات المجتمع. وأوضح رئيس مجلس الأمناء إن المؤسسة تهتم بشهر أكتوبر من كل عام بتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة التي تتميز بالتنوع لرفع الوعي بسرطان الثدي لنشر التوعية بأهمية الكشف المبكر بالمرض. ويذكر أن شهر أكتوبر من كل عام يخصص للتوعية بسرطان الثدي انطلاقا من مبادرة منظمة الصحة العالمية للتوعية بالمرض الذي يفتك بمئات الآلاف سنويا. أيضا كما شهدت قاعة الأنشطة بمكتب الصحة بمديرية الديسة الشرقية حفل بهيج بمناسبة تدشين فعاليات الشهر الوردي أكتوبر للتوعية بسرطان الثدي والذي دشنت فعالياته بحضور الأستاذ محمد سعيد بن خوار مدير عام مديرية الديسة الشرقية والأستاذ صلاح أحمد الكسادي رئيس قيادة الانتقال الديسة الشرقية ومدير مكتب الصحة والسكان بالمديرية الدكتور أحمد عمر الحمر والأستاذ أسامة سالمين الجريري منسق المؤسسة بالمديرية. ودشنت فعاليات الشهر الوردي أكتوبر 2022 للتوعية بسرطان الثدي تحت شعار بادري بالفحص. وأشاد الأستاذ محمد سعيد بن خوار مدير عام مديرية الديسة الشرقية بجهود مؤسسة حضرموت لمكافحة مرض السرطان لتقديم الخدمات العلاجية والتوعوية لمرضى السرطان، مشيدا بتفاعل المؤسسة بشكل سنوي مع هذه المناسبة العالمية من خلال تنفيذ برامج توعوية متكاملة تستهدف كافة فئات المجتمع. رفع الأستاذ عادل أحمد بعكاب المدير العام لمديرية الشحر والمكتب التنفيذي بمديرية الشحر صادق العزاء وعميق المواساة لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشخصية الاجتماعية والرياضية الأستاذ سالم عبد الله بحجاج المدير الأسبق للشؤون الاجتماعية بمديرية الشحر. وبهذا المصاب الجلل يتقدم المدير العام لمديرية الشحر والمكتب التنفيذي بالمديرية بأحر التعازي القلبية لأبنائه محمد وعبد الله وعبد الرحمن وفهد وإخواني أحمد وسعيد ومبارك وأسرة آل بحجاج بمدينة الحامي، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. وجه مدير عام أمني وشرطة ساحل حضرموت العميد مطيع سعيد المنهالي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق أفراد الأمن والشرطة الذين اعتدوا بالضرب على شاب بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت. وقال العميد المنهالي في تصريح صحفي للإعلام الأمني إن حقوق الإنسان فوق كل اعتبار ولن أسمح إطلاقا بالاعتداء على أي مواطن مهما كانت الأسباب. واختتم العميد المنهالي تصريحه بالقول قوات الأمن وجدت لحماية المواطنين وصون حقوقهم ومنع الاعتداء عليهم وما حدث لا يرضينا أبدا وسيتم إنزال أقصى العقوبات بحق هؤلاء الأفراد الذين تصرفوا من تلقاء أنفسهم وخالفوا التعليمات قيادتهم. عقد السبت بالمكلا اللقاء التشاوري لإعلامي وصحفي حضرموت الساحل بحضور العميد سعيد أحمد المحمدي رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية لانتقال حضرموت ونائبه الأخ علي صالح الهميني
برعاية كريمة من الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الراعي الأول للإعلام والإعلاميين الجنوبيين. وألقى العميد المحمدي كلمة أكد فيها على أهمية انعقاد هذا اللقاء التشاوري على طريق التحضير للمؤتمر العام للإعلاميين والصحفيين الجنوبيين، مشيرا إلى تثمين المجلس الانتقالي لجهود منتسبي الصحافة والإعلام في الانتصار للجنوب وقضيته العادلة، ونوه إلى أن المجلس الانتقالي يدعم تشكيل كيان نقابي يوحد جهود الصحفيين والإعلاميين ويحمي مصالحهم ويكون قادرا على التصدي للحرب الإعلامية التي شنها الأبواق الإعلامية المعادية. كما ألقى الدكتور عبدالله الحور رئيس اللجنة التحضيرية كلمة نقل فيها بداية تحايا الرئيس القائد عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي وتحيات قيادة الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي، شاكرا للحضور على مشاركتهم وتفاعلهم لإنجاح هذا اللقاء. شكى مواطنون بمدينة الشحر بمحافظة حضرموت من قطاع تموينات خدمة المياه على منازلهم لعدة أيام دون إشعار مسبق من مؤسسة المياه بالشحر بانقطاع الخدمة. وقال المواطنون الساكنين في عدد من حارات المدينة إن المياه لا تصل لمنازلهم منذ أيام، وكلفهما ذلك شراء المياه من سيارات توزيع المياه بمبالغ باهظة الثمن. فيما تواصلت قناة عاد مع القائم بأعمال مؤسسة المياه بالشحر إلا أننا لم نتلقى أي تجاوب للرد على استفساراتنا والرد عليها. ألقى منتسبو مركز شرطة باعبود التابع لإدارة أمن وشرطة مديرية مدينة المكلا بقيادة ملازم أول سعيد الحامدي رئيس مركز شرطة باعبود بالتعاون مع المواطنين القبض على شخص سرق دراجة نارية نوع بوتان، حيث تم القبض عليه والدراجة النارية بحوزته، وذلك بعد الاستعانة بالكاميرات لما لها من دور مهم في الحد من الجريمة وسار التحقيق مع المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. وإلى الخبر الأخير، حيث دشنت بقاعة مصنع الوطنية وبالتنسيق مع المعهد الراقي للتنمية والإبداع وملتقى همات للتدريب والتأهيل ومبادرون من أجل الشحر ومؤسسة نبض ومصنع الوطنية للتعليب وتغليف الأسماك عام التنمية الشامل للتدريب والتأهيل، وذلك بأمسية جماهيرية للإعلام والمدرب أيمن باحمد بحضور 100 متدرب ومتدربة من مختلف الفئات العمرية والمهتمين. وتحدث في كلمة السلطة المحلية بالشحر الأستاذ محمد عوض صياد مدير التعليم الفني والتدريب المهني بالمديرية، نقل خلالها تحايا السلطة المحلية بالمديرية ممثلة بالأستاذ عادل باعكابة وأعضاء المكتب التنفيذي، وتطرق في كلمته عن أهمية التدريب والتأهيل للجميع الذي يسهم في إبراز وتطوير القدرات والمهارات المؤهلة لسوق العمل وكسب حرف تكون مصدر دخل ذات يوم. وانطلق المدرب أيمن باحميد في أمسية جماهيرية حملت عنوان مهارات المتحدث الجيد وسط تفاعل من قبل الحضور. وبهذا الخبر مشاهدينا الكرام نأتي وإياكم إلى ختام هذا الموجز الإخباري من قناة عاد، طبتم وطابت أوقاتكم وإلى اللقاء ومتابعة طيبة مع ما قدمناه لكم من قناة عاد، وإلى اللقاء. لإعلاناتكم على قناة عاد المحلية يرجى التواصل على الأرقام التالية